حياكم الله شباب، وياكم مصطفى من قناة الأصفر جيم. فيديو اليوم نحكي عن معلومات جديدة لعبة باتل فيد 2042، وعن الأطوار الصغيرة واللي لقوها بملفات اللعبة، وأنواع الرخص الموجودة باللعبة، وأكو عرض صاير على اللعبة ممكن تاخذها إذا تشتري أشياء معينة. فخليكم ويا الفيديو للنهاية، بس تنسون الاشتراك واللايك ولا تقصروني أنا بالنشر. بالبداية نحكي عن المعلومات الجديدة اللي طلعها منقب الملفات توم براين. طبعا هذا الشخص مجتهد كلش، هو نازل مدح بالملفات. يدرس بقى في اللغة العربية يا راجل. لا، عشان تعرف ان انا ابتديت اهتم بدروسي. والله نازل مدح، نازل مدح في المذاكرة. مدح 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 ايه؟ مدح مدح. اتفضل. ما خلى اي شيء اذا ما دور عليه ولقى اخر شيء، يمكن حتى راح يفتش بجيوب موظفين دايس حتى يلقى معلومات ويطلعها للناس. اول شغله لقاها هي مركبه قتاليه جديده، وما شفنا لها اي معلومه لا بالتريلر ولا حتى بالجيم بلاي اللي نزل، ولا حتى الجيم بلاي اللي سرب على اليوتيوب. هاي المركبه اسمها بنهارت، وهذا طالع قدامكم بالصوره، وقال تقدر تخلي عليها لود اوت مختلف، يعني ممكن تخلي عليها قاذف صواريخ او مضاد للطيارات، او تخلي عليها صواريخ موجهه. واحنا مثل ما شفنا بعرض باتل فيد 2042 انه اكو لقطه طلع بيها قدروا يعلمون على الطيارة بالمسدس، وانه بتقدر تضربها بالار بي جي حتى تلحكها. فممكن هاي المركبة تستخدم نفس هاي الطريقة، انه تعلم على الطيارة بنوع معين، اما تأشر عليها وتطلق عليها رصاصة معينة، وبعدين تطلق عليها هاي الصواريخ حتى تلحكها. ولقى ملفات اللعبة انواع رصاص مختلفة، واحنا مثل ما نعرف من ايام باتل فيلد 3 وباتل فيلد 4 كان اكو انواع مختلفة من الرصاص، وكانت القوة بيناتهم مختلفة، يعني كانت اكو رصاصات متفجرة واكو رصاصات حرقة، وحتى بالوانهم كانت اكو انواع مختلفة بالرصاص. صح مو هواية، يعني كانت بس نوعين، هي اللي الكيب بولت اللي كان عند السنايبر، وهذا الاليت كلاس كان مدمر الدبابات، همينا عنده هيش نوع مختلف من الرصاص. بس بالفايف كان ماكو هيك شيء، مثل ما قلنا بالثري والفور لا كان اكو. هنا همين لقى انواع رصاص مختلفه، وخلال تنقيب ملفات اللعبه لقى 11 نوع مختلف من الرصاص، بين الخفيف والمتوسط والقوي، واكو انواع رصاص حارقه، واكو انواع رصاص متفجره، وحتى لقى مخترق للدروع، يعني ممكن تدمير درع عايرش. اذا ما شفت الفيديو ما تنزلناه على القناه، فهخليكم اياه بالوصف حتى تقدر تشوفه وتشوف درع عايرش شلون كان قوي. فاكو نوع رصاص نزل ممكن يدمر هذا الدرع، واكيد هاي الانواع الرصاصات راح يصير القوه بيناتهم مختلفه. والشغله الثانيه اللي قاها مودل بورتال، طبعا هذا مودل بورتال مثل ما عرفنا انه هي الشركه نزلت الاعلان لوحده، لان هو يعتبر واحد من اعمده فيلد 2042 المهمه، وراح تنزل عليه خرائط قديمه من لعبات باتل فيلد القديمه. ولقى من خلال تنقيب ملفات بهذا المود، ولقى مودات قتاليه راح تنزل مثل راش ودومينيشن وتيم ديث ماتش وحتى فرونت لاين، ولقى وياها هازارد زون صغير واحتلال صغير واختراق صغير. زي ليش هذن صغيره؟ المعلومات اللي طلعت واللي حكوا بها قالوا انه هاي المودات صغيره لاجهزه الجيل القديم حتى يتناسب ويا قوه الجهاز. مثل ما تعرفون انه هي لعبه باتل فيلد الجديده هي موجهه اصلا لاجهزه الجيل الجديد، بس اجهزه الجيل القديم راح يسوي لها نسخه مخففه، فعلى الاكثر هاي مودات اللعبه الصغيره راح تصير الاجهزه القديمه. وقال الشركة دايس انه هذا مورد البورتال راح يتطور اكثر واكثر، راح يضيفون عليه مودات قتاليه جديده مرور الزمن. وخلي بالك انه هاي لحد الان هو تنقيب ملفات على نسخه الفا ونسخه تجريبيه، يعني مو بالضروره كل الشغلات اللي سمعنا بها وشفناها كل الشغلات راح تنزل على النسخه النهائيه من اللعبه، يعني ممكن تنزل اللعبه وجزء من هاي الشغلات نشوفها او كلها، او حتى ما نشوف منها اي شيء او يغيرون عليها. هي بالنهايه هاي كانت فحص الملفات وفحص السيرفرات، فيعني ممكن هاي الاجزاء تنزل او حتى يصير عليها تغييرات، اللي شافوا الفيدباك اللي رجع من الناس اللي جربتها. فننتظر لما تنزل اللعبه ونشوف شنو هاي المودات، شو راح تصير وشو راح يغيرون عليها. والخبر الاخر انه اكو عرض صار على لعبه باتل فيلد 2042، اذا تشتري كارتات انفيديا من جيل 3000 او تشتري انواع معينه من كارت الام دوت 2 اس اس دي، اكو مسوين عليهم عروض انه تاخذ اللعبه وياهم مجانا. صح هذا بالعراق احنا ممكن ما نحصله، او ما اعتقد اكو احد راح يسوي هيك عرض، بس اذا كنت تشتري من مواقع عالميه او شركات عالميه وانت خارج العراق ممكن تاخذ هالغراض، محتاج كارت انفيديا او محتاج مثلا ذاكره ام دوت 2، فممكن تحصل اياها لعبه باتل فيلد 2042 مجانا. وفوت على موقع انفيديا راح احكم اياه بوصف الفيديو حتى تعرف معلومات اكثر عن العروض اللي مسوينها. هو المفروض اكو اعلانهم راح ينزل بعد فتره عن طريق انفيديا، انه يخلون بيها استعراض اللعبه ويخلون بالنهايه شلون تقدر تحصل هذه اللعبه اذا اخذت الكارت، لان اكو اتفاق صاير بينهم وبين دايس ماخذين الفيديو مالت وخلي اللوجو انفيديا عليه بنهايه الفيديو، فراح ينزل اعلان خلال هالايام الجايه. وبالنهايه اتمنى استفدتوا من المعلومات، ولا تنسى الاشتراك واللايك ولا تقصرونا بالنشر. شكرا على المتابعه.